انا ابني كان مخطوف من يوم من البارحه الساعه 11 الصبح، طلع من البيت واختفى، وجتني رساله انه تطلب مني الحضور الى بغداد لاجل اطلاق سراح ابني. قياده عمليات بغداد صرحت انه تم ايجاد الطفل تائها في مجمع المشن، وهذا اكيد ابعاد عن الشبهات للجنات. والان القضاء العراقي قاعد يعطل عمليه اطلاق سراح ابني بحجه انه ماكو قاضي مختص يبت بهذه القضايا لإطلاق سراح ابني.